السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة مع بعض هنتعلم خاصية موجودة في برنامج الإكسل هتخليك تقدر تعرض 2 شيت من الإكسل جنب بعض بالشكل ده بحيث انك تسهل على نفسك عملية الشغل. يعني بمعنى أصح انت هيبقى الشيت قدامك بالشكل ده اللي انت بتعمل فيه العمليات الحسابية او اللي بتعمل فيه ادخال البيانات، وبيسمع في الشيت التاني اللي انت محتاج تشيك عليه. تعال نبص كده بشكل عملي. هكتب هنا كده بيانات موظف معين، وليكن مثلا موظف 1006. هنا انت خلصت ادخال البيانات بتاعتك في الويندو اللي ظاهرة قدامك دي. مجرد ما بتضغط على خانة ادخال البيانات، بص هنا كده في الشيت التاني اللي قصادك ده، احنا واقفين عند الريكورد، واقفين عند الصف رقم 6، فاضغط كده انتر، هتلاقي اوريدي خلاص اتنقل معاك للصف رقم 7 وانت كده شيكت على شغلك. طبعا دوت بيكون سهل جدا لو انت بتعمل عمليات حسابية مرتبطة باكتر من شيت، او محتاج ان انت تدخل البيانات وتروح تشوف النتيجة بتاعتها. وطبعا دوت بيكون اسهل جدا من انك كل شوية تشتغل هنا وتروح تفتح الشيت التاني علشان تشوف الشغل فيه عامل ازاي. دوت اللي احنا هنشوفه في حلقتنا النهاردة. بس قبل ما نبدأ مع بعض، لو لسه ما اشتركتش معايا في القناة شرفني بالاشتراك، ولو عجبك الفيديو ادعمني بلايك. هنا عندك الشيت الاولاني اهو، نموذج ادخال بيانات، وعندك الشيت التاني هو الشيت اللي بينزل فيه البيانات اللي انت بتدخلها. كل اللي انت بتعمله بمنتهى البساطة انك بتقف في اي واحد فيهم كده، في اي شيت، مش شرط انت واقف فين، وبتروح على فيو وبتضغط على نيو ويندو. شايف الايكون دي؟ بتضغط عليها كده. بعد ما ضغطت عليها بتطلع تاني على فيو وبتختار الرينج اول، يعني يرتبها لك. هنا بقى في اشكال مختلفة من الترتيب، ممكن ان انت ترتبها تايلد زي ما احنا شفناها كده، الاثنين يكونوا جنب بعض بالطول، او انك ترتبها هوريزونتال. المره اللي فاتت انت شفتها بالطول مترتبه ازاي، المره دي شوفها هوريزونتال اللي هي افقي وقول له اوكي. هتلاحظ ان الشاشه ظهرت قدامك ايه بالشكل ده اهو، في شاشه فوق وفي شاشه تحت. انا يعني مش بفضل الشكل دوت قوي لان بيضايقني في الشغل، فهقول له ارينج اول، وهقول له ايه تايلد او فيرتيكال اللي هو راسي او الاختيار الاولاني ده، واقول له اوكي. طبعا بتظهر لك بالشكل دوت. من هنا بتختار الشيت اللي هيظهر قدامك ناحية اليمين مثلا اهو، وهنا بتختار الشيت اللي ايه التاني اللي انت عايزه. طبعا دوت لو انت عندك اكتر من شيت بتقدر ان انت تتنقل بينهم بمنتهى السهولة على حسب الشاشة اللي انت واقف فيها، وبتبتدي ان انت تعمل الشغل بتاعك وبينزل لك اوريدي في الصفحة التانية وبتشوفه بطريقة سهلة جدا. وبكده بتكون انتهت حلقتنا النهاردة. بشكركم جدا على المتابعة وبتمنى لكم كل التوفيق.